التنبؤ بالمستقبل كان علامة فارقة في تاريخ مسلسل سيمبسون الأمريكي الشهير، وآخر التنبؤات المكتشفة علامة تويتر الجديدة إكس. فور إعلان ماسك اسم إكس وكشف النقاب عن شكل الشعار وهو نسخة منمقة بالأبيض والأسود للحرف إكس، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتداول صور من المسلسل معتبرين أنها تنبأت بهذا التغيير تحديداً. محمد، عام 2012 أظهرت حلقة من سيمبسون هومر الشخصية الرئيسية وهو يستخدم تطبيقاً يشبه شعاره شعار إكس الجديد، وشهد هومر في الحلقة وهو يستخدم هاتفه الذكي ليظهر تطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتف يشبه إلى حد بعيد شعار إكس الجديد.